الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان. الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية. دول أمريكا الوسطى تعزز حدودها لمنع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن رمضان هو شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية، داعيا الله عز وجل أن يديم على المصريين والأمة العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، فضلا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكانتها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة لواء طارق الظاهر لمتابعة معدلات التنفيذ للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول وتطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهنئته للجالية المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان. وقال بايدن في بيان له إن المسلمين الأمريكيين أثروا في الولايات المتحدة منذ تأسيسها وساعدوا في بنائها ويلعبون دورا رائدا في جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير اللقاحات ويعملون في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية فضلا عن عملهم كموظفين ومعلمين وغيرها من الوظائف، مؤكدا أن التعصب وجرائم الكراهية ضد المسلمين يعد أمرا غير مقبول ولن يسمح به، مبينا أن إدارته ستعمل بلا كلل لحماية حقوق وسلامة جميع المواطنين. أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا مع ثلاث دول في أمريكا الوسطى لزيادة عدد قواتها مؤقتا على حدودها في جهود لمنع تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية. ووفقا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المكسيك ستستمر في نشر نحو 10,000 جندي، بينما أضافت غواتيمالا 1,500 من أفراد الشرطة والجيش لحدودها الجنوبية، ونشرت هندوراس 7,000 فرد من الشرطة والجيش لحدودها لتفريق مجموعة كبيرة من المهاجرين. وأضافت أن الاتفاق جاء نتيجة لسلسلة من المناقشات الثنائية بين مسؤولين أمريكيين وحكومات الدول الواقعة وسط القارة. نهاية الموجز. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، معامل استقطاب رأسي. شكرا لكم على حسن المتابعة.